طبعا زي ما بنحكي الجماهير الاردنيه هي اللاعب السادس، واتمنى من كل الجماهير انه تيجي على المباراه لانه وجودها بيعطينا الدافع انه نفوز، وان شاء الله بنفوز. نتمنى انه يكونوا موجودين معنا بالملعب، الجيم كثير مهمه وحاسمه، ف استعدينا وعملنا اللي علينا ان شاء الله، وان شاء الله بنبيض الوجه، بس بوجودهم ان شاء الله بيكون احسن من تكون. منتخب كوريا فريق قوي، مش راح تكون جيم سهله حتى لو انها عرضنا. استعداداتهم اكيد قويه بنفس الاستعدادات تبعنا. عندهم لاعبين المحترف تبعهم مجنس من NBA، وفريق دائما يعني معروف عنه منظم وقوتهم بالشوتين ثري. فالكوتش سام جهزنا لمنتخب كوريا خطط الدفاع والهجوم، بس ضل علينا نجي نطبق ونلعب بقوه وان شاء الله يكون الفريق جاهز. اول شيء عشان الاصابه يعني صار لي 3 ايام الحمد لله بتدرب مع الفريق. شكرا على سؤالك كابتن. ان شاء الله الامور تمام، الفريق جاهز، يعني لعبنا مباريات كويسه بتركيا، وان شاء الله بنستنى وقفه الجمهور ان شاء الله معنا. نتحدث عن هدفنا الان التواجد بكاس العالم، وهذا شيء هدف لابد منه. والله كابتن يعني الحمد لله، يعني هي دائما السله بترفع الراس يعني الحمد لله، واحنا ان شاء الله قريبين كثير، يعني هاي المباراه مهمه، اذا بنفوز فيها يعني ان شاء الله بنكون يعني خلينا نحكي 50-60% بكاس العالم. عارفين راح تكون مباراه سهله، عارفين راح تكون مباراه صعبه، وكورة فريق قوي جدا في اسيا ولهم وزنهم في الدوري الاسيوي، وراح يكونوا جاهزين وراح يكونوا متجهزين للمباراه هاي، وعارفين راح تكون مش مباراه سهله كمان لهم، فراح يعملوا اللي عليهم، فان شاء الله بدنا نعمل علينا ونلعب كفريق واحد، وان شاء الله هدفنا نفوز المباراه. ان شاء الله رسالة احمد الدويري نجم السلة الاردنية للجماهير الاردنية الحاضرة دائما لمساندة المنتخب والاندية. طبعا هو زي ما قلت اكبر حافز للاعيبة هي جمهورها، وتوقف وراها هاي كثير راح تساعد الفريق وكثير راح تحفزهم عشان تشجع الفريق جوا الملعب وتعطيهم بوش، عشان يعني زي ما قلت هم الرجل السادس في الملعب، فاحنا بنستناهم يجوا يشجعونا، وان شاء الله مع بعض كنا راح نفوز هاي المباراة، وان شاء الله نرفع اسم البلد.